لا يمكن لنا ونحن في القرن الحادي والعشرين أن نستوعب وجود كيانات تمارس كل أشكال القمع والتنكيل والإقصاء ضد الإنسان بحجة أن تلك الكيانات تتمتع بشكلها الديمقراطي. وحتى أبتعد عن المواردة وفيكم مشقة التخمين عما أتحدث، فسأقول بشكل مباشر أنني أتحدث عن إسرائيل. إن ما يحز في النفس ويبعث على القنوط ويدفع بالشعور حول عبثية كل دعوات التجديد الديمقراطي هو مجرد استذكار عابر لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.